الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الجميل والمبارك يسرنا أن نستقبل زملائنا الإعلاميين سواء في الفضائيات أو في الصحف لزيارة قرية صباح الأحمد التراثية، هذه القرية التي أتت بمكرمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وارتأت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الموروث الشعبي بالإضافة لوزارة الإعلام دعوة الزملاء الإعلاميين لزيارة تلك القرية للتعرف على الأنشطة والفعاليات المقامة فيها. وأنا هنا أحيي مشاهدي قناة الساحة التي واكبت مهرجان الموروث الشعبي بنسخته الرابعة، وأوجه دعوة لكافة الجمهور والمتلقي لتلك القناة العزيزة لزيارة مقر قرية صباح الأحمد التراثية ليطلعوا على أهم فعاليات الأنشطة الموجودة التي أقيمت لإحياء هذا الموروث الذي نحرص على أن يكون متميز ويعطي أمانة الدافع للأجيال الجديدة لتتعرف على موروثها الشعبي. صباحكم الخير، طبعا اشكر قناه الساحه تواجدون معنا اليوم، اليوم مفتوح للاعلاميين طبعا، وهذا مو غريب على القناه طبعا، فضائيه قناه تحب التراث، تحب التراث اباء واجدادنا. طبعا اليوم الاعلاميين حفل كامل، الاعلاميين صحفيين قنوات فضائيه محطات طبعا حفل كامل لهم، يشاركون اخوانهم طبعا تراث الاباء والاجداد. موجودين معنا في قناه الشيخ صباح الاحمد قناه تراثيه في طبعا الموروث الشعبي طريق السالمي 59، وحياهم الله بين اخوانهم بين اهلهم. طبعا اليوم في مسابقات للاخوان طبعا الاعلاميين، راح يكون في مسابقات طبعا في جوائز نقديه. عندنا ايضا فعاليات اليوم منطلقه طبعا جمال الفحول الحمر، طبعا عندنا ايضا مسابقه الصقور الشاهين، وهذا الشيء طبعا مو غريب على طبعا القائمين على هذا المهرجان. نشكر طبعا سمو الامير حفظ الله ورعاه لدعمه لتراث ابائنا واجدادنا من طبعا من 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 واحد ل 100، ما قصر سمو الامير في دعمنا في كل شيء، دعم طبعا بناء قريه كامله مجهزه بالكامل من مسجد مستوصف مقفر إدارة بناء كامل، طبعا قاعة أميرية، قاعة احتفالات، طبعا سكن مكان خاص للعوائل، سكن الفي آي بي، وطبعا دعم جواز نقدية، الإبل بأنواعها من هجن من زاين من فردي من جمل من هجيج، الخيول بأنواعها طبعا من قدرة تحمل من ماراثونات من جمال خيل عربي من سباقات سرعة، أيضا دعم طبعا البحر إخوانا أهل الحداق، دعم الصقور بأنواعها، دعم المواشي الأغنام، أشياء مغرب على سموه. وأشكركم معنا وحياكم الله في دولة الكويت إن شاء الله. الله يسلمك. يعني الحقيقة اليوم احنا نستقبل وفود إعلامية تريد التجول في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، وهذا يسعدنا لأنه هذا تفاعل من الجانب الإعلامي وتفاعل من أسرهم ومواطنينهم، فإحنا سعيدين بتواجد هذه الأسر وسعيدين كذلك بما يقدم لها من موروث شعبي. يعني البلغ عدد الزوار يعني ما يقارب 15,000 زائر خلال الأيام الماضية، وهذا دليل على التفاعل في هذا الجانب. احنا سعيدين بتواجدهم، وصاحب السمو حريص على سعادة أبنائه وعلى حصولهم على ترفيه بريء وعلى الفرح وإدخالها إلى نفوس المواطنين جميعا والمقيمين على هذه الأرض. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يا أهلا ومرحبا في قناة الساحة، تواجدها الدائم 4 سنوات على التوالي بالأمانة من القنوات المميزة اللي دعمت الموروث في شكل رئيسي، وطبعا ما نظلم القنوات الباقية كلهم، نقول يا هلا ومرحبا فيكم. طبعا الموروث في دعم من سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه. الموروث مو فقط للكويتين، هذا للخليج بشكل عام. طبعا حث المواطنين والخليجيين للمشاركة بهذا الموروث الذي يحمل اسم سيدي سمو الأمير، فمن شارك في هذا الموروث فهو ربحان عندنا في الكويت إن شاء الله. ونقول يا هلا ومرحبا فيكم في دولتكم دولة الكويت، ونقول قناة الساحة دائم متميزين وبالتوفيق إن شاء الله. أخوكم سعود الحربي. Yeah.
الأول.